لدينا هنا سالب 2 A تربيع B مضروبة في B كلها مرفوعة للقوة 3. إذا الآن أكتب ما يلي بأبسط صورة. إذا سنقوم بتبسيط هذا المقدار الجبري كالتالي: سالب 2 A تربيع مضروبة في B قوة 3. طبعا هي الآن هي 3 للقوة كلها، يعني الآن سنوزع القوة الخارج على الداخل بعملية أيضا الضرب. أصبح لدينا كالتالي: سالب 2 قوة 3 مضروبة في A هي بالأصل قوة 2 مضروبة في القوة 3 و B قوة 3. الآن أيضا والمزيد من التبسيط، ويعني هنا نصبح ضرب القوة وتوزيع القوة يعني مرحلتها: سالب 8 A قوة 6 B قوة 3. يعني سنقوم هنا في ضرب القوة فتصبح لدينا كالتالي: واثنين يعني اثنين ثلاث مرات كررناها، سالب 8 وبقيت السالب A ضربنا القوة، سالب A قوة 6 و B كما هي 3. إذا المزيد من أيضا التبسيط، يعني أيضا لدينا سؤال آخر والتبسيط هنا: X قوة 2 كلها مرفوعة للقوة 5 أيضا مرفوعة للقوة 8 يساوي. تصبح لدينا كالتالي: X قوة 2 ضرب قوة 3 كلها مرفوعة للقوة 8. فيصبح لدينا إذن X قوة 10 مرفوعة للقوة 8. ولو بسطناها أكثر، يعني ضرب القوة والمزيد من قوانين القوة، تصبح X 10 في 8 هذه ضرب القوة، فتصبح لدينا إذن X قوة 80. يعني نضبط شوي X هنا قوة 80. إذن هذا والمزيد من التبسيط ضرب القوة. لدينا هذا السؤال: 4X قوة 5 مضروبة في Y قوة 3 مضروب في القوس الآخر سالب 3X Y قوة 5 كلها مرفوعة للقوة 2. إذن أيضا والمزيد من تبسيط القوة، إذن 4 X قوة 5 في داخل القوس طبعا قوة 3. سنقوم هنا بتوزيع يعني هذه القوة للداخل، فإذا يعني قوس خارج وقوس داخل، سالب 3 قوة 2 X أيضا مرفوعة للقوة 2 أيضا 5 من الداخل أو Y قوة 5 في الخارج قوة 2 وأيضا في هذا كلها يعني داخل القوس. الآن قاعدة قوة ضرب أو قوة ناتج الضرب، يعني إذا 4X قوة 5 Y قوة 3 سالب 3 قوة 2 أيضا X قوة 2 Y 5 قوة 2 وقوة القوة. إذن الآن 4X هذه المرحلة ذاتها، يعني هذه ما عملنا إشي فيها بس فقط إني نزلتها. إذن Y قوة 3 مضروبة الآن 9، يعني يعني الآن سالب 3 كررناها هكذا يعني، وهي مرحلة بنسميها قوة القوة. 9 X قوة 2 مضروبة في Y قوة 10. إعادة الآن تجميع الثوابت والمتغيرات، وهذه المزيد من يعني التبسيط. 4 ضرب أو 4 X هنا قوة 5 طبعا العلاقة ضرب بينهم مضروبة في Y قوة 3. الآن نريد أن نجمع الثوابت يعني الأرقام مع بعض. خلينا شو يعني خلينا هاي المرحلة يعني مباشرة، يعني الآن الثوابت والمتغيرات نجمع هاي معا الأعداد مع بعضها، ثم الإكس مع الإكس شوي قلم آخر، ثم الواي مع الواي. تمام، خلينا نعمل هاي المرحلة وهي الثوابت المتغيرات، يعني هاي المرحلة مباشرة يعني دون إعادتها. إذا 4 في 9 هكذا مضروبة في X قوة 5 ضرب X قوة 2 Y قوة 3 ضرب Y قوة 10.
الآن ضرب القوة وهو أيضا التبسيط النهائي 36 إكس قوة 7 مضروبة في واي قوة 13. إذا هذا هو تبسيط ضرب يعني تبسيط الجذور وأيضا وتبسيط النواتج يعني المقادير الجبرية.